السلام عليكم. إن شاء الله اليوم المحاضرة رقم 12 بالنسبة للغة الإنجليزية المستوى الانترميديت. إن شاء الله اليوم راح ناخذ الدالة التعريفية بالنسبة للذا. الذا احنا أخذنا الأ والأن والويتش والوات، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ الذا كدالة تعريفية باللغة الإنجليزية. طبعا انه احنا قلنا بالنسبه للاي والاي ان تجي مع الاسماء الغير معرفه بالنسبه للقارئ او السامع، لكن الذا طبعا الذا هي اكثر كلمه مكرره في اللغه الانجليزيه، اكثر كلمه مكرره باللغه الانجليزيه دائما تسبق الاسماء اللي تكون معرفة بالنسبة للقارئ أو السامع. تكون معرفة بالنسبة للقارئ أو السامع دائما تسبقها اللي يسبقها ذا. طبعا ذا في اللغة الإنجليزية، ذا في اللغة الإنجليزية في بعض الكتب راح تشوفوها بعض الأشخاص يعتبروها حرف، وبعض الأشخاص يعتبروها أداة، وبعض الأشخاص يعتبروها كلمة باللغة الإنجليزية. في قواعد اللغة الإنجليزية في الكتب راح تشوفوها أما كلمة أو حرف أو يعتبروها أداة، لكن بالنسبة للبريتش كونسل والآيلتس يعتبرها كلمة، حتى أنهم إنك تكتبون باراجراف في امتحان التويفل أو أي امتحان حيكون الذا على أساس أنه هي كلمة. فنبدأ على بركة الله إن شاء الله شرح هذا الدرس. أول شيء الذا تجينا أو تسبق كل كلمة السامع أو القارئ يعرف هي شنو بالضبط، يعرف شنو هي بالضبط، فتسبقها الحرف أو تسبقها كلمة ذا. For example, the pub is visiting Russia. Russia. The moon is very bright tonight. The Shah of Iran was deposed in 1979. لو شفنا the moon, the bob, the moon, كل الأشخاص يعرفون من هو القمر. The moon. So the moon is very bright tonight. The Shah of Iran. Shah of Iran معرف للقارئ، لهذا استخدمنا الحرف the. أو الكلمة ذا، لأن الشاه أوف إيران بالنسبة للقارئ معرف. was deposed in 1979. طبعا أيضا نستخدم ذا بالسوبرليتيف adjective بالصفات المقارنة أو صفات المفاضلة. بالصفات المفاضلة نستخدم ذا. طبعا إذا الصفات المفاضلة إن هو اللي يخص الطول، اللي يخص العمر، اللي يخص الأفضلية. مثلا he is the tallest boy in the class, he is the oldest building in the town. فعندنا tallest اللي هي صفات المفاضلة، وعندنا oldest building in the town. فهذه الصفات المفاضلة سبقتها كلمة the. Because the, sorry عندنا for example or exercise أيضا راح ناخذها بالنسبة للذا. We live in a small village next to the church. Next to the church. فهو جاي يوضح هو يعيش في قرية صغيرة قريبة من الكنيسة. بما أنه الكنيسة معرفة للسامع، معرفة للسامع، فإذا نضيف قدامها the. وأيضا ممكن أنه نقول the church is our village. The church in our village. That, can I borrow the car? The car معرفة، لأن بالنسبة أنه الكار هي عائدة للملكية، الكار عائدة لأبوه، فيعرف أي سيارة هي، فاستخدم the. The car does belong to our family. When we are stay,
at my grandmother's house, we went to the beach every day. Equal the beach near my grandmother's house. Another exercise. Look at the boy in the blue shirt over there. The boy I am pointing at. فبما انه هو حدد البوي, حدد الشخص, حدد هذا الشاب, فانه بالنسبه له هذا الشاب يكون محدد. هذا الشاب يكون محدد. ايضا ممكن نستخدم الذات التعريفيه في حال انه كان عندنا جمله مبدئيه عرفنا بها الاسم, عرفنا بها الاسم. في الجمله اللي راح تلحقها راح نستخدم ذا مع الاسم, لان هو اذا كان عندنا جملتين, في الجمله الاولى عرفنا الاسم, في الجمله اللي بعدها اوكي ان شاء الله سيد. استاذ زينب بتقول اذا ممكن نعيد محاضره, ان شاء الله راح نعيدها ان شاء الله, نكمل هذا السكشن ونعيده ان شاء الله. اذا كان عندنا جملتين, في الجملة الأولى عرفنا الاسم, في الجملة الأولى عرفنا الاسم, في الجملة الثانية راح نستخدم ذا مع الاسم باعتبار أنه في الجملة الأولى كان معرف. For example, a woman who fell 10 meters from high peak was lifted to safety by a helicopter. احنا عرفنا a woman, عرفناها بالجملة الأولى. بالجملة اللي بعدي, the woman fell while climbing. Fell while climbing. فإنه إحنا عرفناها بالجملة الأولى. فبالجملة الثانية نحط the, لأن صارت هي معرفة بالنسبة لنا. The risk is the last in the series of incidents on high peak. In January last year, two men walking on the peak were killed in the fall. In a fall. فإنه إحنا بالبداية أصلاً إحنا عرفنا إنه موجود a high peak. هايدي. فبالجملة الثانية استخدمنا the باعتبار انه صار هو معرف. يعني احنا بالجملة الاولى اصلا عرفنا الجملة الثانية ضفنا the الى. اوكي. ايضا ممكن انه نستخدم الذي عندما نوصف شيء ينطبق على كل الاشياء اللي من نفس الفصيل. مثلا احنا من نتكلم على ذئب او نتكلم على خاصية موجودة في الذئاب, احنا نتكلم عن ذئب واحد لكن هي موجودة عند كل الذئاب, تمام؟ فنستخدم the التعريفية. For example, the wolf is not really a dangerous animal. The wolf. It's equal to wolves are not really dangerous animals. تمام؟ إنه إحنا وصفنا الولف الواحد بذا التعريفية لأنه هذه القاعدة تنطبق على كل الولفز. تمام؟ فإنه هي الجملة الأولى equal to الجملة الثانية. The kangaroo is found only in Australia. Kangaroo are found only in Australia. تمام؟ إنه إحنا الكانجرو وصفنا كانجرو واحد only one, لكن هي الجملة أيضا تنطبق على all the kangaroos. تمام؟ فإنه هم موجودين فقط في أستراليا. The heart pumps blood around, sorry. The heart pumps blood around the body. Hearts pump blood around bodies. تمام؟ إنه إحنا عرفنا هو القلب مضخة للدم حول الجسم. لكن أيضا هاي العملية تنطبق على كل الهارس. كل القلوب هي مضخات للبلود حول الأجسام. ايضا نستخدم الذي من نريد نوصف musical instrument, من نريد نوصف musical instruments like piano, like guitar, لازم نستخدم the. For example,
Jules played the piano really well. Julie can't play any piano. She is learning the guitar. She is learning to play any guitar. Okay. أيضا نستخدم الـ the في وصف system معين, organization معينة, أو في خدمات معينة, service معينة. For example, how long does it stay on the train? I heard it's on the radio. You should tell the police. For radio, يعتبر system, or police, يعتبر system, the train, يعتبر service. فعرفناهم بالذات, عرفناهم بالذات. أيضا إذا كانت أسماء, إذا أجت لنا أسماء مسبوقة بصفات أو كانت صفات في الجملة, نعرفها دائما بذات. الصفات تقصد بها إنه rich, poor, sorry, okay. إنه بالنسبة للصفات نقصد بها الصفات rich, poor, elderly, unemployed. هذه كلها إنه صفات تشير لنا على مجموعة من الأشخاص. Okay, فلازم نعرفها بذات. For example, life can be very hard for the poor. يعني الكل الأشخاص الفقراء, اللايف بالنسبة لهم الحياة صعبة. I think the rich should pay more taxes. She worked for a group to help the disabled. تمام؟ طبعاً بالنسبة الذا ما تستخدم مع الأسماء الأعلام ومع الدول, مع الدول ومع القارات ما نستخدم the. For example, William Shakespeare wrote Hamlet. إنه ما استخدمنا the, ما قلنا the William Shakespeare. استخدمنا William Shakespeare because William is a name for a person. Paris is the capital of France. لا استخدمنا the مع Paris ولا استخدمنا the مع France because it's a name for a country and it's a name for a city, for a Paris. Iran is in Asia. فما استخدمنا الذي لا مع إيران ولا مع الآسيا. تمام؟ لكن في بعض الدول, في بعض الدول تجي مصطلحات مثل المملكة kingdom, أو تجي الولايات states, أو تجي republic جمهوريات. فمثل the United Kingdom, إنه نعرفها بذا بالنسبة إنه معرفة من United Kingdom. إنه بريطانيا معروفة شنو هي kingdom, هي the United Kingdom, المملكة المتحدة, أو the United States بالنسبة لأمريكا معروفة أمريكا, ممكن United States, Republic of China جمهورية الصين, نعرفها أيضا بذا. بالنسبة لل بالنسبة للأقطار اللي يكون أسماءها على شكل جمع, Netherlands, Philippines. بالنسبة للفلبينز ممكن نستخدم معها the, والNetherlands ممكن نستخدم معها the. Netherlands and Philippines. بالنسبة للجغرافيكال فيتشر نقصد بها river, Iceland, seas, oceans. كلها ممكن أيضا sorry, بالنسبة للتضاريس الجغرافية, geographical features like mountain, like Iceland, river, seas, oceans, كلها ممكن نستخدم وياها the. For example, the Atlantic Ocean, the Amazon, the Panama Canal, all of this we can use the. أيضا ممكن نستخدم the تعريفية للمجلات والجرائد اللي متوفرة. For example, the Times,
بأنه التايمز هي جريدة ممكن نعرفها بذا، أو هي نيوز بيبر بالحقيقة. بالنسبة للبولدينج، البنايات والأمور المعمارية أو الأمور الفنية أيضا تعرف بذا: The Emirate State Building, The Emirate State Building, The Taj Mahal, The Mona Lisa, The Sunflowers. ممكن نعرفهم بذا، ممكن نعرفهم بذا، لأن إنه أما أعمال فنية أو بالنسبة يكونون building. بالنسبة للمنظمات الـ organizations أيضا ممكن نعرفها بذا، لأن هي معرفة بالنسبة لنا. يعني من نقول نقابة العمال أو نقابة المهندسين، نعرف شنو هي. هي معرفة بالنسبة للسامع أو معرفة بالنسبة للقارئ، فتعرف بذا. For example, the United Nations, the Seamen Union. Okay. فبالنسبة لنا معرفة. نقابة الصيادين، معرفة شنو هي نقابة الصيادين، لهذا نستخدم أو البحارة نستخدم ب كتعريفية. بالنسبة أيضا للهوتيلز، للأسماء الفنادق، أسماء المطاعم، ممكن نستخدم ب، ممكن نستخدم ب like the King's Head، ممكن نستخدم ب the Sheratons، ممكن نستخدم ب. لكن في حال إنه الفندق يكون على اسم شخص like Brown Hotels، موريال ريستورانت، ما نقدر نعرفه بذا، لان انه هو الفندق معرف باسم شخص، معرف باسم شخص، فما راح نستخدم معه ذا التعريفية. فبالنسبة لدرس اليوم هي كانت ذا التعريفية. ان شاء الله استفاديتوا من هذا الدرس. حاليا انه راح ناخذ هم سوري اكسرسايز بسيط، نشارك كنا بحل هذا الاكسرسايز ان شاء الله. فراح نبدي بالاستاذ احمد رزاق. استاذ ممكن تشاركنا؟ نعم صار. عندنا نوعين، عندنا الديفينيتيف ارتكل وعندنا نو ارتكل. اللي يقصد بها انه هل ممكن نعرفها بذا، او الامور اللي ما نقدر نعرفها بذا. فبالنسبة نعم للسيز، ريفرز اند كانال، وين نحطها؟ استاذ هاي نقدر نعرفها بالديفاينيشن. ليش؟ السيز يعني شلون استاذ؟ يعني تدل على الانهار، بحار. تحت يا قاعدة تكون؟ استاذ قاعدة يعني الانهار، البحار اللي هي جيوغرافيكال. تمام بالضبط، ممتاز. طبعا. شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا. هاي بعد هي عندنا الأستاذ أنور. أستاذ عندنا الـ countries اللي يكون أسماءها جمع. نعم أستاذ عزيز، مثل الداكسون، مثلا اسم العشيرة قصدك، غير يعني أمثل؟ لا، الـ countries، الـ countries الأقطار اللي يكون أسماءها أسماء الجمع، مثل Philippines and Netherlands. إيه فلبينيين. اي نعم استاذ، فلبيني يعني فلبيني شخص واحد، فلبينيز يعني مكان الفلبينيين او البلد، فلبينيز، نيوزيلاند يعني النيذرلاندز يعني نيوزيلاندين، البريتش، بريتش يعني بريتش ام تي جي ام بولار وام سنجل ام تي جي. زين زين، هذا البريتش نفس المفرده بس تجي كجمع وكمفرد ايضا ترهم. انا سؤالي استاذ، هل ممكن نعرفها بذا او ما نقدر نعرفها بذا؟ لا لا عادي تصير تصير نعم نعم اوكي لا تجي يعني نيدرلاند، نيدرلاند الاكزامبل عندك نيدرلاند والفلبينز كان. تمام، يعني نقدر نعرفها. نعم نعم بلي. تمام، شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا. عندنا بعد الاستاذ اللي اسمه ايفون، الاستاذ اللي ايفون إذا سمح ممكن يشاركنا. اوكي، ست زينب إذا تحبين تشاركين.
أستاذ مهند، مهند سلمان، بالنسبة نعم نعم وكان وكان يوز ذا لايك تايم ساندي تايم، يعني المجلات يصير نستخدم منها والجرايد نستخدم منها. تمام تمام. إذا إذا نيوز بيبر ممكن أعرفها بذا، بالنسبة للنيوز بيبر ممكن نعم لأنه نعرفها. نعم نعم لأنه أسماء تمام جرائد ومجلات. تمام أيضا ست زينب جاوبتنا. بعد ست زينب شكرا جزيلا أستاذ. عندنا ست صفاء الحسني، تفضلي ست. بالنسبة للفاميليز أو أسماء الأسر أستاذ نقدر نستخدم الذا. ممتاز، نقدر نستخدم الذا التعريفية، شكرا جزيلا ست. بعد هي أستاذ أحمد. ست زينب زينب اوكي. استاذ احمد عبد الرزاق، احمد رزاق. نعم استاذ. الكونتريز هنا ما نقدر نعرفها بالذ. الكونتنس ليش؟ هي هاي مو كونتريز، هاي قاعده. العفو ها كونتري. اي استاذ هنا استاذ. اي استاذ نعرفها بالذ يعني مره احنا سمعنا ذا اسيا او ذا افريكا ذا كونتنت. هسه يعني يعني ضمن قارة. ضمن قاعده الكونتريز. نعم من ضمن قاعده الكونتريز هاي تاخذ قاعده السيتيز والكونتريز. لا لا استاذ مثل الاسماء ما تتغص. تمام ما نقدر نعرفها. شكرا جزيلا استاذ لا. احمد. استاذ انور يجي بعدها الميوزيكال انسترومنت. نعم استاذ اتفضل. استاذ الانسترومنت الميوزيكال عادي تقدر مثل. تمام ممتاز. انه اي يصير استاذ مثل شلوز ممتاز. شكرا جزيلا استاذ. بعد هي استاذ ست زينب. بالنسبه للاسماء، الاسماء ممكن اعرفها البيبل نيمز. ست زينب بتقول لا تعرف الاسماء، تقول الاسماء لا تعرف بذا. تمام. عندنا بعد استاذ مهند. بالنسبة لأسماء المدن أو العواصم كابيتال سيتي لا تعرف حال حال البلدان أستاذ. تمام ما تعرف. بالنسبة ست صفا، بالنسبة للأقطار اللي أسماءها مفردة لا تعرف. لا تعرف. تمام ما نستخدم الذق. ممتاز ست ممتاز. عندنا الأستاذ أحمد رزاق. بالنسبة للبلدين أستاذ تستخدم هنا الذق. تمام تستخدم البنايات. للبنايات ممتاز. الإجابات كلها صحيحة. إن شاء الله أيضا راح يكون homework بالنسبة للتعريف بالذ، بس ما راح يكون مشابه لهذا homework. راح أعطيكم أسامي أسماء، أما تكون أسماء مدن أو أسماء عواصم أو اسم علم أو أسماء فنادق، وأسأل حضراتكم إنه هل هي تعرف بذا أو غير معرفة بذا. إن شاء الله راح يكون حالياً عندنا الباراجراف الصغير، راح يكون اليوم الباراجراف مالتنا ممتع، راح يكون على الأمور الأثرية أو على الآثار. اوكي لو سمحتوا راح اسوي ديس شير واسوي شير من جديد. اوكي تمام. فحاليا راح اشغل الباراجراف. أرجو من حضراتكم الإصغاء له، وإن شاء الله بعدي راح نتكلم عن الباراجراف وراح نشرحه
وراح يكون نناقش المعاني اللي خاصة بالباراجراف هذا. Hello and welcome to this recording brought to you by the British Council. Archaeology by Paul Millard. Archaeology, like many academic words, comes from Greek and means more or less the study of old things. So it is really a part of the study of history. However, most historians use paper evidence, such as letters, documents, paintings and photographs. But archaeologists learn from the objects left behind by the humans of long ago. Normally, these are the hard materials that don't decompose or disappear very quickly. Things like human bones and skeletons, objects made from stone and metal, and ceramics. Sometimes archaeologists and historians work together. Take, for example, the study of the Romans, who dominated the Mediterranean area and much of Europe 2,000 years ago. We know a lot about them from their writing, and some of their most famous writers are still quoted in English. We also know a lot about them from what they made, from their coins to their buildings. Archaeologists have worked on Roman remains as far apart as Hadrian's Wall in the north of England and Leptis Magna in Libya. Of course, for much of human history, there are no written documents at all. Who were the first humans, and where did they come from? This is a job for the archaeologists, who have found and dated the bones and objects left behind. From this evidence, they believe that humans first appeared in Africa and began moving to other parts of the world about 80,000 years ago. The movement of our ancestors across the planet has been mapped from their remains. Humans went to Australia about 70,000 years ago, but have been in South America for just 15,000 years. The evidence of archaeology has helped to show the shared origin and history of us all. It is very unusual to find anything more than the hard evidence of history. Normally, the bacteria in the air eat away at soft organic material, like bodies, clothes, and things made of wood. Occasionally, things are different. A mind-boggling discovery. بالنسبة للمقطع الأول إن شاء الله راح نقرأ حاليا سوية. بالنسبة للقراءة راح نبدي ويا الأستاذ أحمد رزاق. دقيق يلا صوت يطلع من الصورة. ها استاذ طلعت عندك استاذ احمد استاذ الصورة يمي مو واضحة كتابي اوكي لحظة استاذ مو واضحة يعني يعني معناته ما قاعد اشوف اوكي هسه حاليا استاذ ما اعرف اذا الشباب يمهم واضحه نفس الشيء مو واضحه استاذ سويت لها ديسكونكت ورجعت سويت لها شيرنج حاليا بس لو سمحتوا اذا طلعت عندكم انطوني خبر على مود اعرف اذا كانت واضحه او لا أستاذ أحمد طلعت لساتي ليها وعنده واضحة الصفة تقول واضحة أستاذ أحمد واضحة عندك تقريبا هسه صارت أفضل إيه هسه واضحة أوكي تمام أستاذ أحمد واضحة أو بعدي فأحمد ممكن ما موجود
ممكن عندنا استاذ مهند. استاذ ممكن تحب تقرا اذا واضح عندك سكرين؟ اي استاذ تفضل. Archaeology, like many academic words, comes from Greek and means more or less the study of old things. 50, it really a part of the study of history. However, most historians used paper evidence such as letters, documents, paintings, and photographs. But archaeologists learn from the object left behind by the humans of long ago. Normally, these are the hard materials that don't decompose. Yes, or disappear very quickly. Things like human bones and skeletons, objects made from stone and metal, and ceramic. Great, استاذ. استاذ بعض الاسئله، شنو معنى الاركولوجي؟ الاركولوجي اعتقد هو علم الجغرافيا. لا مو علم الجغرافيا. بعد اثار ممتاز، علم الاثار. اركولوجي علم الاثار. اوكي. بعد عندنا ايفيدنس. شنو معنى ايفيدنس؟ Evidence. والله I don't understand that word. معناها دليل. Evidence دلائل أو دليل. يعني like guide. لا مو الجايد. إنه جريمة من واحد الله يبعدنا، من واحد يسوي جريمة تبقى الآثار. ثوابت آثار. Archaeology. جستيك شنو معناها؟ اكيد مشتقة من المقطع اللي هو الاثار. اركولوجي معناها الباحثين عن الاثار. او عن الاثار المنقبين. سيد زينب بتقول منقبين. تمام. عندنا بعد الديكمبوز. هذه الديكمبوز والله ما اعرفها. زين كمبوز التفكك. التفكك ممتاز ست. ممتاز ست. انه انه الشغله من تتفكك. ديسابير اظهار يظهر. لا يختفي. يختفي. تمام ممتاز. يختفي. صحيح ممتاز. زين السكيلتون. سكيلتون هيكل. الهيكل هياكل. هياكل ايه. تمام الهياكل العظمية سكيلتون. عندنا المقطع الثاني. الأستاذ أحمد يحب يشارك. نعم. رزاق تفضل أستاذ. نعم. Sometimes archaeologists and historians work together. Take for example the study of the Roman who documented the بس لحظة عفوا. اوكي اسف. نعم محمد صادق. استاذ احنا حجزنا لك طيارة، حجزنا لك على طيران البصرة، يعني على مطار البصرة. ما انت باكر لازم تجي على مود تبدل احمد. شكرا جزيلا. تمام مع السلامة. العفو اسف.
أعتذر من حضراتكم. أستاذ أحمد تفضل ممكن تكمل. أوكي أستاذ. Who dominated the Mediterranean area and Mediterranean area and much of Europe 2000 years ago. We know a lot about them from their writing, and some of their most famous writers are still quoted in English. We also know a lot about them from that they made from their coins to their building. Archaeologists have worked on Roman remains as far apart as Hadrian's wall. Hadrian's